بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضورنا الكرام نحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا حضورنا الكرام، يسرنا الترحيب فيكم جميعا في معرضنا، معرض iCitizen الذي يقام للعام الثاني برعاية شاملة من مؤسسة فيجنريز التنموية. بأعذب عبارات الود والحب نحييكم ضيوفنا الكرام وزوارنا جميعا، ونشكر لكم حضوركم ووجودكم معنا في هذا المساء. يسرنا اليوم استضافة رئيس مؤسسة فيجنريز التنموية الشيخ خليفة بن خالد آل خليفة. نحن هنا اليوم لنسمع فكرا ولنطرح رأيا، فأهلا وسهلا فيك الشيخ خليفة بن خالد. نحب نستهل حديثنا وشيء بتعريف عن مؤسسة فيجنريز. حابب لو تكلمنا عن مؤسسة فيجنريز، شنو هي المؤسسة وشنو اللي تسعى له بالضبط؟ أول شيء السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم جميعا، ومشكورين على حضوركم، وأبي أرحب فيك سالم وشكرك ما قصرت معانا. حق سؤالك أحب أني أجدد التعريف عن مؤسسة فيجنريز. مؤسسة فيجنريز مؤسسة شبابية تنموية أنشئت في سنة 2013 وتتكون من 20 عضو، والحمد لله خلال السنة الماضية قدرنا أن نحقق عدد من الفعاليات والبرامج اللي الحمد لله شرفتنا وشرفت أهلنا وشرفت البحرين. بالفعل شكرا. حابب لو تكلمنا عن الفكرة اللي جات بالكم أسستوا هالمؤسسة، شنو جات فكرة تأسيس مؤسسة فيجنريز؟ تعطيني الميكروفون بنتبادل هذا. ها أوكي سوري عيد السؤال. الفكرة تأسيس لا أخذتها. أوكي خبرنا عن فكرة تأسيس مؤسسة فيجنريز. فكرة تأسيس مؤسسة فيجنريز ما كان مجهود فردي، كان مجهود جماعي، وجاءت هذه الفكرة بتعاون مشترك بيني وبين أخوي علي العريفي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة، وعدد بعد من المتطوعين أخواني وأخواتي. فالحمد لله من حرصنا على شباب البحرين اللي احنا جزء منهم قدرنا ان ننشئ هذه المؤسسة مثل ما قلت في سنة 2013، ونجمع فريق اللي هو فريق عمل المؤسسة، فريق متكون من شباب وشابات اعمارنا ما تتجاوز 25 سنة، لكن بفضل الله قدرنا ننظم هذه الفعالية السنة الماضية وهذه السنة وبرامج عديدة داخل البحرين والخارج. المؤسسة مثل ما ذكرت لها سنة موجودة على أرض الواقع في مملكة البحرين، وبالطبع أي مؤسسة متواجدة في المملكة وأي مكان ثاني لها أهداف، فياريت لو تخبرنا عن أهم وأبرز الأهداف اللي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها. والله مثل ما قلت يعني مؤسسة فيجنريز مؤسسة تدعم الشباب وتصقل مواهبهم، ويعني الأهداف اللي تتركز عليها في شيء ولا الأهداف اللي تتركز عليها المؤسسة نقدر نجمعها في أربع محاور أساسية. فالمحور الأول هو تعزيز مواهب الشباب، فالحمد لله قدرنا ننظم عدد من الفعاليات خلال سنة 2014 اللي تعزز من مواهبهم. المحور الثاني هو محور خدمة المجتمع، فبعد عملنا كذا برنامج خلال السنة اللي يدعم فيه المجتمع. المحور الثالث هو محور التواصل والتفاعل مع العالم والتحاور على المستوى المحلي بين الجهات المختلفة الشبابية والغير شبابية. بالتأكيد المؤسسة تضم العديد من الأقسام، فياريت لو تخبرنا أكثر عن أقسام المؤسسة، شنو الأقسام اللي تضمها وشنو الهدف اللي يسعى له كل قسم من هاي المؤسسة؟ باستثناء مجلس أمناء المؤسسة
الجهة الإدارية للمؤسسة لها أربع إدارات أو أربع لجان مختلفة. فاللجنة الأولى هي لجنة الدراسات والبحوث اللي تطمح من خلالها المؤسسة بها. أحسن. اللجنة الأولى هي اللجنة التنظيمية اللي من خلالها المؤسسة تنظم كل فعالياتها وبرامجها. اللجنة الثانية هي لجنة الإعلام والعلاقات العامة اللي هي تهتم بتعزيز العلاقات مع الجهات المحلية والخارجية. اللجنة الثالثة هي لجنة الدراسات والبحوث اللي هي متعلقة بالأمور الإعلامية والأمور العلمية للمؤسسة. واللجنة الرابعة هي لجنة الموارد البشرية اللي هي معنية بالجهة الإدارية للمؤسسة وكل الأمور المتعلقة بأعضاء المؤسسة. بالفعل كل هالأقسام أكيد يضمها فكر واحد وهدف واحد لإنشاء مثل هذه الفعاليات الضخمة. وهالمحور يمكن ينقلني إلى فكرة تأسيس iCitizen. فشنو الفكرة اللي جات بتأسيس iCitizen وليش اخترتوا اسم iCitizen لهذا المعرض؟ في سنة 2013 قررنا أن هدفنا أو موضوعنا الرئيسي لسنة 2014 راح يكون التنمية المستدامة. فقررنا أن ننظم هذه الفعالية في بداية سنة 2014 بموضوع باسم iSustain، وهذا اللي نظمناه من حوالي سنة من اليوم. السنة احنا قررنا أن موضوعنا لسنة 2015 بيكون المواطنة الدولية اللي هو Global Citizenship. فهذه كانت المنطلق اللي انطلقنا منه وسمينا الفعالية iCitizen حتى يتماشى مع الموضوع اللي اخترنا لهذه السنة. بالفعل بالتأكيد المعرض لأهداف كثيرة، فأردت تطلعنا على بعض الأهداف اللي تطمحون إلى تحقيقها من وراء المعرض. الحمد لله احنا نبي نواصل اللي قمنا فيه السنه الماضيه. هذا المعرض فريد من نوعه ويهدف ل خلق منصه فريده من نوعها للشباب. احنا نركز على نقطه الصفر اللي هي نقطه الموهبه وليس فقط رياده الاعمال. عندنا وايد معارض في البحرين تهتم برياده الاعمال وهذا شيء مهم، لكن احنا نبتدي من نقطه الصفر اللي هي الموهبه. فاحنا يعني الحمد لله تقريبا كل المشاركين اللي معنا السنه هم أصحاب مواهب وأصحاب مواهب مبتكرة ومختلفة. فالحمد لله عندنا 40 مشارك من رواد الأعمال وأصحاب المواهب، وعندنا 10 مشاركين من الفرق الشبابية التطوعية. فالمشاركين العدد الإجمالي السنة هم 50 مشارك، وأحب أني أشكرهم فردًا فردًا على مشاركتهم. وبعد عندنا القسم الثقافي اللي هو المعني بالمواطنة الدولية. الحضور هنا بإمكانهم زيارة أقسام القاعة الثانية عفواً من معرض iCitizen للإطلاع على 40 شاب وشابة بحرينية يتواجدون ويانا في هذا المعرض لعرض مواهبهم اللي فعلاً تحتاج وتستحق منا كل تقدير. سؤالي التالي، يمكن بما أنك تطرقت لمفهوم المواطنة الدولية فحبذا لو تطلعنا على مفهوم المواطنة الدولية. والله موضوع المواطنة الدولية موضوع جديد علينا. احنا في البحرين متعودين على ان نتكلم عن المواطنة والمواطنة على بخصوص الوطن، لكن احنا اليوم في سنة 2015 اصبحنا اكثر من بس وطن، اصبحنا عالم واحد وعالم مشترك. فمن المهم ان نطلع على موضوع مهم مثل موضوع المواطنة الدولية واللي هو يعكس على مواطنتنا كمواطنين في وطننا. فمن خلال الاطلاع على القضايا والأمور الدولية وما يجري في العالم من أخبار ومن قضايا ومواضيع، بنقدر من خلالها نعكس هذه ما اللي نطلع عليه على وطننا، ومن خلالها بنقدر نكون مواطنين أحسن تجاه وطننا ونكون مسؤولين أكثر تجاه المجتمع اللي احنا فيه. بالفعل مفهوم جدا يعني مهم انه يصل لكل فكر موجود على أرض البحرين وجميع الدول. ومن الحلو الواحد فعلا يموت من اجل وطنه، لكن الاحلى انه هو يعيش عشان هالوطن ويعيش عشان يخدم وطنه ويحقق هالاهداف اللي فعلا ذكرتها. ما بطل الحديث وياك، لكن احب اختتم يمكن حديثي بكلمه توجهها للشباب البحريني وتوجهها لجميع من هو مهتم بمثل هذه الفعاليات والمعارض. أنا ما أقدر أوجه كلمة للشباب، لكن أقدر أوجه كلمة للمشاركين اللي عندنا اليوم.
إن إحنا نفتخر فيكم بمشاركتكم اليوم، نفتخر بمواهبكم، نفتخر بالبزنسز اللي قمتوا فيها، نفتخر بجمعياتكم وبفرقكم التطوعية، ومثل ما إحنا نفتخر فيكم إن شاء الله أهلكم مفتخرين فيكم ومجتمعكم مفتخر فيكم ووطنكم مفتخر فيكم. أحب يعني بهذه المناسبة أشكر فريق عمل مؤسسة فيجنريز بالكامل، فرداً فرداً، كل عضو، كل شخص، كل من ساهم في نجاح هذه الفعالية اليوم. أحبني أشكر حلبة البحرين الدولية، أحب أشكر الراعي الرسمي للفعالية، أحب مرة ثانية أشكر كل عضو من أعضاء مؤسسة فيجنريز. ترى إحنا صار لنا حوالي شهرين نشتغل على هذه الفعالية، وأنا يمكن أقل واحد بذل جهد من فريق العمل. كل يعني أي حد يعرفنا يعرف أن أعمار فريق العمل كلها ما تتجاوز 25 سنة. عندنا أعضاء صغار، عندنا صالح، وعندنا أعضاء كبار اللي هم أهلنا اللي واقفين ويانا ودائما مساندين، فلهم كل الشكر ومشكور سالم على جهدك ويانا وما قصر. كل الشكر لك سمو الشيخ خليفة بن خالد الخليفة، رئيس مؤسسة فيجنريز التنموية، على حسن الإجابة، وشكرا جزيلا لك. يسرنا أيضا من جديد ترحب فيكم جميعا حضورنا الكريم، نرحب بعضو مجلس الشورى الأستاذ أحمد المهزع وسمو الشيخ خلول والشيخة لمياء والدكتورة هالة صليبيخ وجميع الحضور الكرام. يسرنا أيضا دعواتكم من جديد لزيارة القاعة الثانية حتى تتواجد ويانا 40 موهبة من الشباب البحريني اللي فعلا يستحقون منا الدعم. بإمكانكم جميعا زيارة هذه القاعة، وأيضا هذه القاعة اللي احنا متواجدين فيها حاليا اللي تضم 10 مؤسسات تطوعية شبابية. وقت ممتع نتمنى لكم جميعا، ونلقاكم بإذن الله تعالى بعد دقائق من الآن مع ثاني فقراتنا اللي فيها راح نلتقي بالناشطة مريم الخرافي. خلكم ويانا، وقت ممتع نتمنى للجميع.